قلت لك 100 مره يا سلومه وانت داخل ابقى اعمل حس ولا خبط ولا اتصل قبل ما تيجي بالتليفون. ايه يا اخويا بتخضني؟ الله قطعت لي الخلط اكتر ما هو مقطوع. حد اتخض من كوزه وحبيبه يا فرس بطن البقر انت. هلت جبت لي الكيوي؟ احلى اتنين كيوي لا احلى نونو في الدنيا. طب خلني النهارده ما طبختش ومسلوق لك بالطين، شغل البيت هالدنيا. بالطين؟ انا مش جعان قوي كده، ده اللي يشوفك يشبع يا قمر. طب زيح نفسك شويه كده، ازازة الاكلادور هتقع على الارض. ريحتك زفره من اللحمه. قوم استحمى يا راجل واغسل بقك من جوه بالصابون. على ايه بقى؟ ما انا كده كده كنت نازل المحل. انا قلت عد عليك بالفاكهه ونقعد مع بعض شويه، لكن الظهر ما فيهاش وقت، انا نايم. بقول لك يا نعم. ابعت يا اخويا على الدكتور بتاع الرجاله، شوف لك حل في موضوع الخلفه دي. انا نسوان الحركه لوش. ولازمتها ايه العكننه دي؟ تعلمك بقى انا زي الفل، انا جامد قوي. ما تسمعيش كلام الدكاتره، الحاجات دي بتاعت ربنا. لما يأذن بالعيل هيجي العيل. بس انت نايمين عليكي عشان نعرف نجيب العيل. في جسخة نايل. اعوذ بالله، كان يوم اسود وشك. يوم اسود صحيح، كتك 60 نصيبه، الهي ما ترجع.